تمام، نكمل مع بعض. الآن هندخل أكثر في موضوع البوليان إكسبريشن. البوليان إكسبريشن بيجي بثلاث أشكال. الشكل الأول أو الفورم الأول بنسميه النورمال فورم. نورمال فورم. والشكل الثاني الشكل أو الفورم الثاني SOP فورم، والشكل الثاني اللي هو POS فورم. الـ SOP فورم ينقسم لقسمين، ستاندرد SOP، نون ستاندرد SOP. الـ POS نفس الشيء ينقسم لقسمين، ستاندرد هي STD ستاندرد يعني POS، وهنا non-standard, non-STD POS. هدول اللي هنشوفه مع بعض بالتفصيل. طيب اول شيء نيجي نطلع على النوع تاع النورمال فورم. النورمال فورم هو بكون ميكس خليط ما بين الـ SOP والـ POS. نعطي مثال، مثلا نيجي نقول لما نقول مثلا A زائد B مضروب في C زائد D بار، هذه هيك مثلا كلها مضروبة في A زائد B فرض. هذا فورم، هذا بوليان اكسبريشن. هاي شكل. شوف شكل تاني، لو نجيب مثلا نقول له A B زائد A B C بار زائد A B بار مثلا. الشكل الثالث مثلا نيجي نقول إن A زائد B بار مضروب في A زائد C بار مضروب في B زائد C بار مثلا. الشكل الثالث. خلينا نبدأ في الشغلات الأسهل اللي هنا. لاحظ هنا هذا الفورم لو نطلع عليه هو عبارة عن أول نوع اللي بنسميه الـ POS. الـ POS اختصار لكلمة Product of Sum، يعني مضروب المجاميع. هذا اسمه، هذا مجموع صح؟ مدام زائد بينهم مجاميع، هاي مجموع وهي المجموع الثاني، يعني مضروب المجاميع. لاحظ أكم من ترم عندي هنا، يعني أكم من حد في الإكسبريشن هنا. هاي حد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. كل حد عبارة عن عملية أور بينهم، كل حد في ذاته أور. وإيش عامل بين الحدود كلها؟ عملية إيش؟ دوت. هذا الشكل أو الشيب أو الفورم بنسميه POS فورم. تعال نطلع هنا، هذا الموضوع بيختلف شوي. هنا إيش معطينا؟ نطلع كم من حد عندنا نفس الشيء، أول حد، الحد الثاني، الحد الثالث، شو بينهم؟ أور أور. هذا بسموه مجموع المضارب، عكسها هذا مضروب المجاميع، هذا مجموع المضارب، لأنه كل تيرم كل حد هنا عبارة عن يعني فيريبل مضروبين في بعض. لاحظ كيف الترتيب هان. هنا اللي هنا مخربة، يعني ميكس مش مفهوم. هل هو طبعا النظام اللي هنا بنسميه SOP فورم، هو ستاندرد سام اوف برودكت، سوري سام اوف برودكت، هذا برودكت اوف سام. هذا اللي احنا سميناه ميكس مخربط مش مفهوم، هل هو SOP هل هو POS مخربط. هذا اللي احنا بنسميه النورمال فورم. خلينا نوضح المواضيع هذه او ندخل في الموضوع هذا تفاصيل اكثر. طيب
بقول لي انا البوليان فاريبل اي بوليان اكسبريشن ممكن نحوله ل sum of a product او product of sum. هنشوف مع بعض هدول الفورم ليش مهمين، طبعا ليهم استخدام وهنمسك الامر مع بعض. اول شيء احنا طرقنا لكلمه كمان ستاندرد، ستاندرد اس او بي، ستاندرد بي او اس. طبعا خلينا نشرح زي هيك بعدين هنوضح الصوره اكثر قدام. الستاندرايزيشن هتخلي عندي عمليه الايفالويشن التقييم والسمبليفيكيشن وحتى الامبلمنتيشن للبوليان اكسبريشن مور سيستماتيك. هلا هذا بالفعل هي عمليه وايزير، هنشوف مع بعض. طبعا احنا كيف ممكن نحول اي بوليان اكسبريشن لاس او بي فورم او اي بوليان اكسبريشن لبي او اس فورم؟ هنستخدم قوانين البوليان الجبر. نبدا بالاول بالفورم الاول هو اس او بي فورم. الاس او بي فورم ستاند لسام اوف برودكت، مجموع المضاريب. طبعا بيجيني بشكلين زي ما شفنا، نون ستاندرد اس او بي فورم وستاندرد اس او بي فورم. كلمه نون ستاندرد اس او بي فورم بقول لي هان في النون ستاندرد اس او بي فورم مش كل الفاريبل موجودين في الترم الواحد. يعني مثال نجي نطلع على الشكل اللي هان، هذا البوليان اكسبريشن اي زائد اي بي بار سي، طبعا هذا بي بار زائد بي سي بار. طبعا هذا الفورم هو اس او بي فورم لكنه مش ستاندرد. ليش مش ستاندرد؟ لانه بقول تعال اطلع على الترم اللي هان والترم اللي هان والترم اللي هان. هذا الترم فيه كل المتغيرات A و B و C، لكن هذا الترم ناقص ال B و C وهذا الترم ناقص ال variable A، عشان هيك هو نون ستاندرد. بالمقابل تعال نطلع مثلا هان، هاي نفرض عندنا البوليان اكسبريشن هان، هذا الفورم اللي عندنا ستاندرد اس او بي. ليش؟ لانه مكون من تو ترم، هاي الترم الاول والحد الثاني، وفي كل ترم موجود فيهم الفاريبل. طبعا بغض النظر عليه بار ولا ما لهوش، مش هذا الموضوع، المهم يكون الفاريبل كل الفاريبل موجودين في الترم كله. لكن اذا ما كانوش كل الفاريبل موجودين حيصير عندي نون ستاندرد. فبقول لي هنا طبعا نرجع التعريف، في النون ستاندرد اس او بي فورم all the variables are not available in each term of the form. المثال اللي معناها النوع الثاني الستاندرد اس او بي فورم. في الستاندرد اس او بي فورم شو بقول لي انا؟ all the variables كل الفاريبل are available in each term of the form. زي المثال اللي احنا اعطيناه. تعال نبدا نعطي مع بعض امثله ونشوف الفرق بين ستاندرد اس او بي وستاندرد بي او اس. اول شيء لو طلع على الفورم اللي هان البوليان اكسبريشن اللي هان، طبعا هذا مثال مش واضح، هذا المثال اساسا هو مش اس او بي، احنا ايش سميناه؟ سميناه نورمال فورم، يعني هو مخربط. هذا الفورم مش اس او بي اساسا، عشان اقول عنه ستاندرد او نون ستاندرد، هو اساسا مش اس او بي. تعال نطلع على هاي اللي هان، نعم كيف بدنا نطلع؟ بيجي اكمل حد عندنا هاي حد، حدين ثلاثة. أكم فاريبل عندنا؟ ثلاثة. موجودين الثلاثة هان؟ نعم. الثلاثة موجودين هان؟ نعم. الثلاثة موجودين هان؟ نعم. بالتالي هو طبعا الفورم هذا هو اس او بي. شو هو ستاندرد ولا نون ستاندرد؟ ستاندرد اس او بي. ليش ستاندرد اس او بي؟ لأنه كل الفاريبل موجودين في مين؟ في كل الترم. نجي نطلع هان، نفس الشيء، هذا مكونك اي ترم، اثنين، ثلاثة، أربعة، طبعا في عندي زائد هان بس أنا ناسي أكتبها، عدلوها. خمسة طبعا لاحظ انا في كل الترم موجودين كل الفاريبل اللي هم الاكس واي وزد والدبليو. هو الفورم هذا اس او بي. ليش اس او بي كمان مره؟ لانه هو عباره عن سم، مجموع من المضاريب. مجموع ايه؟ المضاريب. هل هو ستاندرد؟ نعم، لانه في كل ترم موجود عندي كل الفاريبل. تعال نطلع البوليان اكسبريشن اللي هان في المثال اللي معنا. لاحظ معي هذا اي بي سي، هاي الترم الاول، هاي الترم الثاني، الترم الثالث، طبعا هو اس او بي فورم، نعم، لكنه ايه؟ نون ستاندرد. ليش نون ستاندرد؟ لانه في الترم اللي هنا مش كل الفاريبل موجودين، طبعا هذا مباشره خلت لي اياه ايش؟ نون ستاندرد، وهان نفس الشيء، واضح؟ الفرق بين ستاندرد ونون ستاندرد اس او بي. طيب السؤال هنا
كيف عايزين نحول من ستاندرد اس او بي لستاندرد من نان ستاندرد اس او بي لستاندرد اس او بي زي ما هنشوف نمسح السبوره how to كيف نحول نان اس او بي كلمه نان اس او بي ستيلز احنا سميناها النورمال فورم يعني هو اكسبريشن مخربط عايز احوله لايه لنان ستاندرد اس او بي الموضوع كثير سهل هنستخدم هنا البوليان الجبر نفس الشيء يعني مثال معطينا هاي مثال اللي هنا المثال اللي هنا هايو جاي لي a dot b زائد c dot b زائد c لان هذا البوليان اكسبريشن شو نوعه هل هو اس او بي فورم لا هل هو بي او اس لا شو نوعه نورمال فورم يعني مخربط كيف بدي احوله ل اس او بي فورم طبعا اذا بنعمل هنا دخل لي جوا صارت عندي هنا a b زائد A C B صح؟ زائد مين؟ A C اللي طلع عندي هنا موضوع كتير بسيط طبعا هذا ايش الفورم نوعه؟ S O B فورم لكن هل هو ستاندرد؟ لا ليش مش ستاندرد؟ لانه هنا مش موجودة B ولا هنا موجودة مين؟ C فبالتالي نعم انا حولت الان من النورمال فورم لايش؟ لل S O B فورم لكن اللي طلع معي مش ستاندرد S O B فورم فالموضوع كتير مباشر وسهل كيف نحول من normal form ل S O B form؟ السؤال الثاني أنا يعني كيف بدنا نحول من standard S O B form ل standard S O B form؟ برضه هنستخدم قوانين البوليان الجبر. مثال، معطيني هنا السؤال اللي هان قال لي طلع هاي عنا A B هاي الحد الأول B C B و A C. لاحظ هنا هذول طبعا اس او بي فورم هل هو ستاندرد لا ليش مش ستاندرد لانه هنا طبعا في ثلاثه فاريبل عندنا الاي والبي والسي لكن هنا في شيء سي هنا في شيء اي هنا في شيء بي فبقول لي هنا احنا ايش ممكن نعمل ممكن اجي على اي بي شايف الاي بي هذا حالها واضربها في مين سي زائد سي بار هل هذا بغير في المعادله بغيرش لانه هذول الاثنين قيمتهم واحد اللي هم برضه بيساوي مين اي وبي إذا لما نعمل إحنا في الجبر العادي نقول مثلا x تساوي x زائد 1 ناقص 1 ما فرقتش نفس الشيء x بس هذا هيفرق معنا الآن للتحويل فهذا اللي هنا هيك هذا الترم اللي هنا هيك هو نفس مين؟ نفس الـ AB نفسه نفس الشيء C والـ B لكن لاحظ إحنا ضربنا مين معاه؟ ضربنا الـ variable اللي ناقص نيجي على C والـ B شو الـ variable ناقص الـ A عشان هيك أنا بقول C والـ B مضروبة في مين؟ في A زائد A بار. أجي على A والC من الفاريبل ناقص B فبقول هنا AC B زائد B بار. طب إيش نعمل؟ هنضربهم في بعض. لما نضربهم في بعض صار الموضوع عندنا سهل، ها نعمل زي هيك. ABC ABC بار بعدين ACB اللي هو CBA سوري هيها بعدين CBA بار هيها بعدين ACB هيها ويس. اللي طلع عندي هنا ايش نوعه؟ نعم هذا هو ستاندرد اس او بي فورم ستاندرد اس او بي فورم في موضوع التحويل من نون ستاندرد اس او بي لستاندرد اس او بي التركه كلها وين كانت موجوده عندنا وين؟ في العمليه تعال نحل السؤال اللي هام اللي احنا تو كتبناه خلينا احول احنا اتفقنا بانه هذه طبعا هذه عباره عن ايه هذا اس او بي فورم لكنه نون ستاندرد كيف بدي احوله لستاندرد اس او بي فورم شو بعمل باجي على التحدي اللي هنا شو الفاريبل اللي ناقص السي فايش بقول هنا هنقول اي بي نعمل سي زائد سي بار صح خلصنا هنا زائد هذا في حد ذاته في كل الفاريبل بلعبش فيه صار عندنا اي اي سي بي خلصنا من نيجي على مين على الترم اللي هان هذا انو فاريبل ناقص البي شو حيصير عندي هان اللي هو اي سي هنعمل هنا بي زائد بي بار واضح الان ادخل طبعا القيم هنا حصير عندي هنا هاي اي بي سي زائد اي بي سي بار زائد اي سي بي زائد اي سي بي زائد اي سي بي بار اللي طلع نتج عندي هان النتج عندي هان هو ستاندرد اس او بي فورم طبعا ماشي احنا مش شرط نكرر هدول بروحهم مع بعض بتعمل عندها واحد مش هذا الموضوع احنا ما فيش اتصالات احنا بنحكي من الفورم هنا
اصبح ان الستاندرد اس او بي 4. خلينا نحول نشوف مثال. احنا عندنا من ضمن الامثله نحل المثال الواحد مثلا. هاي المثال اللي هنا تعال نحلو نكتبه فوق. بس هنا في الاول نجيب صورة مربع ان شاء الله مكان المكان فاضي. السؤال اللي عندنا خلينا نكتبه هنا. السؤال الثاني اكس واي زد. السؤال عندنا خلينا نكتبه سؤال رقم 3 مثلا. هاي اكس واي زد بار زائد اكس في زد زائد واي. طبعا هذا الفورم تشمه خلينا نستخدم احنا مكان فاضي نحلها. نعم تعال نحلها. اول شيء السؤال عندي هنا هاي اكس واي زد بار زائد اكس مضروبه في مين؟ زد زائد واي صح؟ نعم. اول شيء لازم نحوله انا لاس او بي. هذا الفورم مش اس او بي. شو بعمل؟ هذه كما هي هاي اكس واي زد بار زائد هذه بدخلها صارت اكس زد زائد اكس مين؟ اكس واي. طبعا اللي طلع عندي هنا هو نون ستاندرد اس او بي. كيف بدي احوله لستاندرد اس او بي؟ نعم اكم فاريبل عندي ثلاثه. هذا الترم اللي هنا خاسس الفاريبل واي، هذا الترم اللي هنا خاسس الفاريبل اللي هو زد. شو بدي اضيف هنا؟ هذا اللي بدي اضيفه هضربها في مين؟ هذا يعني هذا يعني اكس زد هضربها في مين؟ واي زد واي بار اللي هم ناقصين، واللي هنا زد اكس الواي اللي هنا هضربها في زد زائد زد بار. طبعا هذا ما هي اساسا موجوده فيها كل الفاريبل. شو اللي حيصفي عندي هنا؟ حيصفي عندي هنا اكتبه تحت اكس واي زد بار زائد دخل لي هاي جوا هاي اكس زد واي زائد اكس زد واي بار. خلصنا من هذا نيجي على هاي زائد اكس واي زد زائد اكس واي زد بار والنتج عندي هنا ايش؟ ستاندرد اس او بي 4. فاحنا حولنا هم من نورمال 4 لستاندرد اس او بي 4. الموضوع سهل ومش معقد. طيب نيجي على موضوع مهم نكمل مع بعض هان. فبقول لي هنا كيف احنا ممكن نحصل على التروث تيبل. على فكره كلمه التروث تيبل هاد مرت معنا كثير. التروث تيبل احنا هي عباره عن تيبل بتوضح لي اليه عمل اللوجيك سيركت او البوابه نفسها. كثير مهم، هذا كثير مهم اني نحصل عليها، هنشوف طبعا استخدامها بعدين اكثر. السؤال هنا كيف انا بقدر احصل على التروث تيبل لستاندرد اس او بي، وهذا اللي بتميز لي ليش موضوع الستاندرد هنا بريحنا، هنشوف. فبقول لي انا حنعمل احنا كل الايكويجن معادله حنسويها لواحد. مثال بقول لي هنا نفرض جدلا عندنا هنا المثال اي بي سي بار A B C bar زائد A bar B bar C bar زائد A bar B C bar. طبعا هذا الفورم شو نوعه؟ ستاندرد اس او بي فورم. السؤال هنا هل بقدر انا اجيب التروث تيبل مباشره من هنا من غير ما ارسم الرسم؟ طبعا بقول لي الموضوع نعم. اذا كان ستاندرد اس او بي شو هنعمل؟ هنقول يساوي ايش؟ يساوي واحد. طيب السؤال هنا انتبه معي. متى هذه المعادلة بيساوي واحد؟ أنا أقول لك متى. أول شيء إذا بتلاحظ هان هذول إيش بينهم؟ أور. إيش بينهم؟ أور. يعني أي حد لو هذيك الترم لو هذا الترم كله ساوى واحد بغض النظر شو هذول هذا حتساوي واحد صح؟ لأنه إذا كانت إحدى مدخلات الأور واحد حيكون الأوتبوت واحد. أو إذا هذه ساوت واحد كلها أو إذا هذه ساوت واحد. هاي معنى الكلام، ما ضروري تركيز يعني، إنما مش صعب. السؤال أنا متى الترم هذا بيساوي واحد؟ متى؟ لاحظ إيش بينهم؟ بينهم آن. حيساوي واحد إذا كانت هذه واحد وهذه واحد، هذا لازم يكون إيش؟ صفر عشان هذا يساوي واحد. ليش؟ لوجود البار.
أو بمعنى آخر استاذ عشان هدول سوا هتفاجئ بتعمل اللي ما عليهوش بار هنحطه واحد واللي عليه بار هنحطه ايه صفر بكل بساطة. طبعا كلام انا شرحت لك اياه انا زي هيك يعني مثال متى هذا هتساوي واحد اذا كان قيمة اذا كان قيمة هذا الصفر وهذا الصفر وهذا الصفر ليش لانهم عليهم بار هذا متى هتساوي واحد اذا كانت هذا تساوي صفر هذا واحد وهذا الصفر. احاول افهمك الصورة هاي خلينا نوضح لك المثال اللي هنا. تعال نطلع على الرسمة هاي مثلا هذه A بار B بار C بار نطلع هاي رسمتها خلاص سيبك من باقي الرسمة تعال ركز هنا متى الاوتبوت تاعت هاي بتساوي واحد متى في حالة واحدة وحيدة فقط شو هي بما انه هذه AND لازم هذه تساوي واحد 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 صح نعم متى بتساوي هاد واحد واحد واحد؟ إذا كانت A بتساوي صفر 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 لوجود مين؟ النط عشان هيك إيه أنا كتبت لك هاد صفر 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 واضح؟ مثال ثاني تعال نطلع على هاد تعال نطلع على A B C بار شايفها؟ هذا هي الشق الثاني اللي هان السؤال هذه متى بتساوي واحد؟ هاد متى بتساوي؟ طبعا هذه هي اللوجيك سيركت بتاعت الترم اللي هان متى بتساوي واحد؟ في حالة واحدة وحيدة فقط متى؟ لما بتكون كل المدخلات الان بيساوي واحد صح صحيح متى هاي بتساوي كل واحد لما هذا واحد وهذا واحد وهذا ايش صفر لوجود مين لوجود النط عشان هيك انا قلت لك هذا حيساوي واحد واحد صفر اذا مش حابب تفهم زي هيك خلاص احفظها انا زمان اذا عندي بار بحط صفر ما عنديش بار هحط واحد هذا الكلام فقط في حاله مين الستاندرد اس او بي طيب وبعدين فبقول لي هنا لما تيجي ترسم انت التروث تيبل طبعا التروث تيبل احنا اتفقنا كم مدخل الى هنا اي بي سي ثلاث مدخلات هاي مين هاي المدخلات هاي الانبوت وهذا الاوتبوت طبعا الخيارات اللي عندي 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 لحد ما صار لواحد واحد كلام واضح لكن شو بدي اعبر هنا فبقول لي انا هنطلع اول شيء هذول فقط حيكون عندك ثلاث حدود قيمتهم حتساوي واحد مين هم اللي هم اول حد واحد واحد صفر وين واحد واحد صفر هاي واحد واحد صفر ايش بكتبها انا بكتبها انا واحد نيجي على اللي بعديه صفر 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 هاي صفر 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 هكتبها انا ايه واحد باش بكتبها انا صفر واحد وين صفر واحد صفر صفر واحد صفر هنا واحد والباقي ايش حيكون الباقي حيكون كله ايه اصفر واضح موضوع بسيط ومباشر هيك احنا شفنا مع بعض كيف احنا ممكن نحصل على التروث تيبل من الستاندرد اس او بي 4 من الستاندرد اس او بي 4 نكمل مع بعض للبي او اس 4 طبعا البي او اس 4 معنا stand for product of sum اللي هو ايش مضروب المجاميع واعقد شوي انما من الفورمات الستاندرد طبعا نفس الشيء بينقسم لقسمين نون ستاندرد بي او اس فورم وستاندرد بي او اس فورم نعطي مثال هنا هيك بشكل سريع بما انه من ستاندرد بي او اس فورم معناته انه مش كل الفاريبل موجودين في كل الترم يعني مثال عندي هنا هيك لاحظ معي هذا البوليان اكسبريشن لاحظ معي هو بي او اس فورم صحيح لكنه نون ستاندرد ليش لانه هي الترم الاول هي الترم الثاني وهي الترم الثالث الترم الاول بينقص التو فاريبل هم مين البي والسي الترم الثاني هذا تمام الترم الثالث ينقص الفاريبل مين السي عشان هيك احنا قلنا عنه ايه نون ستاندرد طيب لو لكن الستاندرد هنا لاحظ هذا الفورم اللي هنا او البوليان اكسبريشن هذا ستاندرد ليش لانه كل هاي تو ترم انا عندي هنا اثنين في الترم الاول موجود في كل الفيريبل والترم الثاني موجود في كل الفيريبل طبعا بغض النظر عليه بار ما عليه هوش بار المهم انه كفيريبل موجود السؤال هنا كيف بدنا نحول من نورمال فورم ها نان بي او اس اللي هو يعني النورمال فورم عشان ما اخربطش لايش؟ لنان ستاندرد بي او اس صراحه الموضوع هذا معقد يعني احنا لو جينا للمثال اللي هان هاي حسب لي المثال هاي مثال معطيني اياها شايف اللي هو A B C زائد B A بار مضروب كلها ف
في اي سي. تخيل معي هذا نورمال فورم، كيف بدي احول النورمال فورم ل نون ستاندرد بي او اس؟ بي او اس كثير صعب البي او اس، والاسهل منه مين؟ الاس او بي. طيب شو الحل او شو الطريق؟ هنشوف مع بعض. لكن قبل هيك احنا قبل ما ندخل في الموضوع هذا خلينا نشرح كيف بدنا نحول من نون ستاندرد بي او اس لستاندرد بي او اس. كمان مره، عمليه تحويل من نورمال فورم لنون ستاندرد بي او اس هذا موضوع كثير معقد وهنخليه نجله كمان شوي. لكن قبل الموضوع هذا عايزين نشوف كيف بدنا نحول من نون ستاندرد بي او اس لايه؟ لستاندرد بي او اس. طيب نفس الشيء هنستخدم قوانين البوليان رول والبوليان الجبر. يعني مثال معطينه هو قال لي هاي مثال، انا هاي A بار زائد B، هنا عندنا C زائد B بار زائد A. طبعا اللي عندنا هذا الفورم هو نون ستاندرد بي او اس فورم. عشان احوله لستاندرد بي او اس فورم انا خاسس عندي هنا في التيرم اللي هنا اللي هو الفاريبل C، شو بعمل فيه؟ فهو بقول لي هنا احنا هنجمع له كمان مين؟ يعني شايف التيرم اللي هان عشان اوضح لك الصورة، هو نفس مين؟ نفس التيرم اللي هان، ما تغيرش، نفس القيمة. ايش عمل هو هنا؟ قال لي A بار زائد B زائد C C بار. طبعا هذه هنا ما غيرتش لأن هدول بيساوي واحد والغور الواحد، ما غيرتش في القيمة تاعت A بار زائد B. لكن كيف احنا بدنا نعمله زي هيك؟ طبعا هذا اللي هنا بالرياضة بالبوليان الجبرة هذه هنا هي نفسها حتساوي اللي هم A بار زائد B زائد C مضروبة في A بار زائد B زائد C بار. شايف؟ يعني هذا اللي أنا شكلها كده طلعت، هذه اللي هنا هيك هي نفسها A بار زائد B زائد C مضروبة في A بار زائد B زائد C بار، طبعا حسب قوانين مين؟ بوليان رولز. فبالتالي الناتج الإجمالي هيطلع عندي اللي هو A بار زائد B زائد C، A بار زائد B C بار، C زائد B بار، وهذا طبعا ستاندرد بي او اس. تعال نعطي مثال هنا كيف بدنا نحول المثال اللي هنا. هذا نون ستاندرد بي او اس، عايزين نحول لستاندرد بي او اس. اول شيء اكمل تيرم من عندي ثلاثة، وينهم؟ هاي واحد اثنين ثلاثة. هذا الترم اللي هنا في مشكلة، نعم، شو خاسس؟ خاسس عند الـ variable C. هذا الترم الثاني شو خاسس؟ خاسس الـ variable B، هذا فيش مشكلة فيه. شو بدي أعمل هنا بالأول؟ الـ A والـ B، الـ A والـ B هنا شو بدي أعملهم؟ هاي لحالها تعطيني A زائد B زائد C C بار، صح؟ اللي هنا حتصير عندي C زائد A بار زائد B B بار، هذا اللي هنا. معلش أنا الخط مش هاد. وهذا اخر شيء كما هي اللي هي بي بار زائد سي بار زائد اي بار. اللي هنا هذا ايش حتساوي؟ اكتب لك اياها هنا. هذا حتساوي حسب قوانين بوليان الجبر اي زائد بي زائد سي مضروبه في ايش؟ اي زائد بي زائد سي بار. نيجي على مين؟ على الثاني هنا هيك. هنقول انها سي زائد A بار زائد مين؟ زائد B مضروب في C زائد A بار زائد B بار. وطبعا الحد الأخير هذا ما عليهوش مشكلة اللي هو مين عندنا؟ B بار زائد C بار زائد A بار. طبعا الناتج اللي طلع عندنا هنا هيك هذا اسمه ستاندرد S و B فور. هيك احنا حولنا من ستاندرد من نون ستاندرد بي او اس سوري لستاندرد بي او اس. طبعا باقي الأمثلة هنشوف كمان أكثر في الواجب. طيب نشوف هنا كيف ممكن نحصل على الترو ستيبل من الستاندرد بي او اس. طبعا لازم يكون ستاندرد، ما ينفعش نيجي مباشره نطلع الترو ستيبل من نون ستاندرد، لازم يكون ستاندرد. فمعطيني مثال جاي لي هنا. طيب هذا اللي عندنا البوليان اكسبريشن اللي هنا هو ستاندرد بي او اس من غير ما ارسم الرسمه، شايف انا مش رسم الرسمه اساسا، ممكن استنبط هنا واطلع الترو ستيبل تاعت الايكويفالنس لوجيك سيركت تاعته.
ايش اعمل؟ الفكرة كالتالي حنساوي الان هاد في مين؟ مش واحد، حنساويها بصفر. لاحظ معي هان، هذا في عندي اند، اندات. متى هذول بيساوون صفر؟ لاحظ الاند هنا اذا كان احدى مدخلاتها صفر فالاوتبوت بعطيني صفر. يعني الترم اللي هنا هذا متى بيساوي صفر؟ واللي هان متى بيساوي صفر؟ او هذه اذا هذه ساوت صفر، هاي معناه. السؤال هنا هذا الترم متى بيساوي صفر؟ متى؟ تعال نطلع هذا الرسم اللي هان، خلينا نشوف. هذه عندي عباره بيج وور، صح؟ بين مين ومين؟ هاي A وهي ال B وهي عندنا مين؟ وهي ال C. انا بحكي الان عن هذا، شايفها؟ زي هيك. متى هاي بتساوي صفر؟ متى؟ هذا اور. هذا بتساوي الاوتبوت تاع الاور بيساوي صفر اذا كان كل مدخلات الاور بيساوي صفر، يعني اذا هاي صفر وهاي صفر وهاي صفر. متى هذول بيكونوا صفر؟ لما A بتساوي صفر والبي صفر والسي بتساوي ايش؟ واحد. يعني هذا متى هذا بتساوي صفر؟ لما الاي صفر والبي صفر والسي بتساوي واحد. دير بالك عكس مين؟ الاس او بي بيختلف تماما. نجي نطلع على هذا، يعني هنا بمعنى اخر اذا في بار اذا فيش بار حنحط صفر، اذا في بار حنحط واحد، عكس الاس او بي. هن نجي نطلع متى هي بتساوي صفر؟ هاي بتساوي صفر لما انه هاد واحد واحد واحد. متى هاي بتساوي صفر؟ لما هاي واحد صفر واحد. هيك احفظها. الان انا بناء على الكلام هذا باجي بدي ارسم هاي التروث تيبل تاعت، تمام؟ حطلع على اول ترم صفر صفر واحد، وين صفر صفر واحد؟ هاي صفر صفر واحد، شو حسويه؟ حنسويه بصفر. هذا في عالم البيواس. هذا اللي عندي واحد واحد واحد، هذا كم حسويه؟ واحد واحد واحد، حسويه بكم؟ صفر. الحد الثالث واحد صفر واحد، وين واحد صفر واحد؟ هاي واحد صفر واحد، حنسويه بصفر، والباقي ايش حنعبيه؟ وحدات. واضح؟ هيك احنا بنينا التروث تيبل من الستاندرد بيواس 4. طيب هذا المثال اللي معانا طبعا بجاوب على السؤال احنا حكينا، بقول لي انا بعد احنا خلصنا موضوع البي او اس والاس او بي واتفقنا هنا بانه كثير صعب ان انا نحول من نورمال فورم زي المثال اللي معي هنا نحوله لستاندرد بي او اس. فبقول لي هذا لو انت عايز تحول من نورمال فورم لايه؟ لستاندرد بي او اس، هنعمل ثلاث خطوات. الخطوه الاولى حول الكلام هذا لمين؟ للاس او بي، لان الاس او بي اسهل. بعدين هنحول الاس او بي لستاندرد اس او بي. بعدين من التروث تيبل اذا بتلاحظ بنقدر احنا نستنبط الستاندرد بي او اس. هنشوف مع بعض كيف نحل المثال. طيب نفس المثال اعتقد تقريبا نفس المثال، نعم. اول شيء هنا ايش معطيني؟ هذا الفورم اللي معانا هيك، هذا الفورم اللي معانا هيك هو نورمال فورم، لا هو بي او اس ولا هو اس او بي. اول خطوه بدي احوله لايش؟ لاس او بي. سهل، شو بعمل فيه؟ حنيجي ندخل طبعا اي سي بار جوا، فحصير عندي هنا اي سي بار، اي سي بار زائد اي سي بار بي اي. نعمل اختصارات، نعم هاي A C بار إذا بدك زائد، وهنا عندنا A B C بار، يعني الـ A تنتين أي نفس الشيء. اللي طلع عندنا هذا ايش اسمه هذا؟ نون ستاندرد اس او بي. كيف بنحوله لستاندرد اس او بي؟ أخذنا شو بنعمل في هاي؟ هذه خاصة عندنا الـ B. فهذا حتساوي A C بار مضروبة في B زائد B بار، صح؟ زائد مين؟ A B C بار. هذا بندخله جوا حصير A C بار B زائد A C بار B بار زائد A B C بار. اللي نتج عندي هنا اللي هو ايه؟ الستاندرد S O B. طبعا هذا الكلام حنسويه بايش؟ بواحد، لانه هذا ستاندرد S O B. شو بدي اعمل انا هنا؟ الان اول مرحلة، هاي اول مرحلة حولت من نورمال فورم ل S O B نون ستاندرد. المرحلة الثانية حولنا من نون ستاندرد لستاندرد اس او بي. المرحلة الثالثة عايز انا ابني مين؟ ابني اللي هو التروث تيبل من خلال باستخدام الستاندرد اس او بي اللي طلع معانا. طيب في التروث تيبل هاي انو الحدود، انو تيرمز
أو شو هم المدخلات اللي حيعطوني واحد؟ أنا أقول لك هذا حتعطيني واحد صفر واحد، يعني واحد صفر واحد حيطلع لي واحد الأوتبوت تاعه، وهنا واحد صفر صفر حيطلع لي واحد، واحد واحد صفر. بس في شيء أنا غلطنا فيه اللي هو إيش؟ عدم الترتيب. إحنا هذا لازم نرتب الفاريبل عشان ما تغلطش، وهذا نقطة كتير مهمة. كويس اللي غلطنا، نرجع كمان مرة. فأنا لازم أرتبهم صح. هذه عبارة عن A B C bar صح؟ زائد هذه A B bar C bar صح؟ هنا A B C bar. الآن هذا اللي بدي أشتغله صح؟ هذا اللي يبقى التيرم واحد واحد، اختلفت العلوم، واحد صفر صفر، واحد واحد صفر، هذا وهذا نفس الشيء بلغم بعض، يعني خلص هذا بتلزمنيش، أصبح فقط هدول المدخلين هم اللي بعطيني واحد. تعالوا نشوف كيف حنبني الترو ستيبل منه. حلو الكلام اللي حكيناه، تمام؟ بعدين احنا كيف حنجيب الترو ستيبل بعد ما حصلنا على الستاندرد اس او بي؟ نفتح هنا عشان نشوف. هذا احنا لما حصلنا على الستاندرد اس او بي، طبعا حنساوي الكلام هذا بكام؟ بواحد. لما سويناه بواحد هان، هذا حتكون، إذا نساوي هذا بواحد، هذا حتكون واحد واحد صفر، وهذا واحد صفر صفر. هذولا فقط هاي الترو ستيبل صح؟ يعني هنطلع وين عندي واحد واحد صفر؟ واحد واحد صفر هنا بدي أحط مين؟ واحد. بعدين واحد صفر صفر وين؟ هاي الواحد. بحط الباقي شعبي أصفار، حعبيه أصفار. الآن أنا بدي أقرأ اللي هم التيرمز اللي هان. هيك أنا بقدر أطلع الستاندرد بي يو اس. لكن هطلع عشان اطلع الستاندرد بي او اس هطلع على الاصفار مش الوحدات. باجي هنا زي هيك، اذا ذاكرين احنا في البي او اس الصفر كان بدون بار والواحد كان ببار، يعني عندي هنا هذا حسميه اي زائد بي زائد سي، ما حط ليش بار هنا اللي هو هاي الحد صفر صفر صفر، هذا الحد اللي وراه اي بي سي بار، هاي الحد الثاني. نيجي على هذا A B bar C، هاي الحد الثالث. الحد الرابع A B bar C bar، هاي هذا طبعا لا، لأنه بدنا نطلع على الأوتبوت تاعهم بيساوي صفر، فحقول A bar B C bar، هاي آخر واحدة A bar B bar C bar، هاي فباجي بمسك هذول ايش ببعنها، شايف كيف؟ وبضربهم في بعض. هذا اللي طلع عندي، هذا هو الفاينل ستاندرد بي او اس. استنبطنا من وين؟ من الترو ستيبل. كيف بنينا الترو ستيبل؟ بنيناها من الستاندرد اس او بي. كيف جبنا الاس او بي؟ لما حولنا من النورمال فورم لستاندرد اس او بي بعدين لستاندرد اس او بي. هيك احنا الطريقه الوحيده عشان انا اقدر احصل على الستاندرد بي او اس من النورمال فورم، لازم احول النورمال فورم لنمن ستاندرد اس او بي، بعدين من نمن ستاندرد اس او بي لستاندرد اس او بي، بعدين ارسم الترو ستيبل، وبعدين لما اعبيها حطلع على الاصفار وحبدا اقرا وين الاصفار موجودات لي، انا بستنبط الستاندرد بي او اس. هذه هي الطريقه الوحيده، طبعا هي صعبه لكن على الاقل سيستماتيك، انما مباشره انك تحول اللي هو الفورم هذا مباشره لستاندرد بي او اس كثير صعب، يعني مبين مباشره باستخدام لغه الجبر كثير صعب. فهذه هي الطريقة المثلى للتحويل. طيب طبعا احنا هنا بعدين بنحل السؤال هذا في نهاية المحاضرة. هنا احنا بعد ما حكينا عن الـ SOP والـ POS وشفنا انه هدول الفورم احنا بيلزموني زي ما حنشوف الان ليهم طبعا ادفانتج معين. شفنا مع بعض البوليان الجبرا احنا استخدمناها عشان عمليه المينيمايزيشن، لكن احيانا موضوع البوليان الجبرا ممكن الطالبين يحلوها بطريقه تختلف في موضوع السمبليفيكيشن، لكن لما نيجي احنا في طريقه سيستماتيك بنسميها اللي هي الكارنوف ماب او الكيما، حنشرحها طبعا المحاضره الجايه ان شاء الله بالتفصيل، لكن هذا الكارنوف ماب لازم تستخدم ستاندرد فورم عشان نقدر نعمل عمليه المينيمايزيشن. طبعا انا مورجيك فقط مقدمه اللي حناخده
المحاضرة الجاية معطيك أنا هاي مثال هنا شوف هذا ستاندرد فورم زي هيك ومستخدم فيه قوانين البولين الجبرا هذا هو الناتج النهائي. هنا راسم أنا الكارنوف ماب شوية ماب وأرقام مش واضحة طبعا حنفهمها بالتفصيل وبرضه معطيني إيش نفس النتيجة طبعا هذه الطريقة سيستماتيك ومريحة نتعلمها بالتفصيل وهذا موضوع المحاضرة الجاي اللي هو الكارنوف ماب. خلينا نحل بس كمان سؤال هنا على موضوع التحويل من نورمال فورم للستاندرد بي او اس فورم اللي هو نفس المثال اللي محيناه خلينا نذكر بس من وين جبناه نعم هذا السؤال هو هاي هنا السؤال هنا نكتبه هنا نورمال فورم هاي A B C Z B A بار هذه كلها مضروبة في مين؟ في الـ AC طبعا هذا الفورم احنا سميناه نورمال فورم السؤال هنا عايزين نحوله ل خلينا انا احط الفراغ لانه هذا مزعج نعم خلينا نحل السؤال هنا طبعا السؤال بيقول حول لي النورمال فورم هذا للستاندرد بي او اس فورم اتفقنا بانه مباشره مش حنقدر الخطوه الاولى هنحول الكلام هذا لنون ستاندرد اس او بي شو بنعمل هندخل طبعا القيم هاي حيصير عندي اي سي اي بي سي صح زائد اي سي بي اي بار ممكن احنا نختصر من هنا الـ A والـ C فعصير عندي هنا ABC زائد A أوه هلا هتروح مع بعض A بار لا احنا بدناش نطيرها مع بعض لأن هذا حيساوي صفر هذا كله هتروح لا خلينا نعطي مثال ثاني خلينا نغير المثال نخلي هذه ما هي نفس الشيء هذه A بار مثال مثال احنا يعني باين ما اقول لك نخليها نفسها اقول لك هنخليها نفسها مش مشكله انا بس كنت حابب يكون يعني هذه ايش كانت A بار نعم A بار وهذه كان A C لما طبعا لما دخلناهم مع بعض هذول حيكون عندي هاي A B C هذا طبعا حتروح كلها مع بعض لأن الـ A مع الـ A بار هذا بيساوي الصفر مضروبة في C كلها راحة فبالتالي فقط تم عندي هل هذا ستاندرد S O B؟ نعم هو ستاندرد S O B مباشرة شو بعمل هنا؟ حساوي الكلام هذا خطوة بواحد متى بيساوي واحد؟ لما هذا بتساوي واحد 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 تعال نرسم التروث تيبل تعال نيجي على التروث تيبل عندنا هاي A وهاي B وهاي C صفر 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 واحد واحد صفر صفر واحد صفر واحد 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 صفر واحد 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 الآن هنا نطلع على الأوتبوت هنا هي متى عنده واحد فقط في الحالة الواحدة الوحيدة هنا هي والباقي إيش عندي أصفار كله هذا إيه كل هذا إيش أصفار واحدين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمام في واحدة قيمة هان سوري اللي هي الصفر واحد واحد دبول هذا حتساوي برضو صفر تمام طيب تعال نرسمها مع بعض فبالتالي أنا بدي أجيب هان الترم اللي هان هذا الترم مش بساوي هذا بساوي A بار زائد B بار زائد C بار الحد اللي هان A بار لا سوري هذا A
الصفر بدون بار زائد بي زائد سي بار نجي لحد اللي هان اي زائد بي بار زائد سي حد اللي هان اي زائد بي بار زائد سي بار حد اللي هان اي بار زائد بي زائد سي حد اللي هان اي بار زائد بي زائد سي بار حد اللي هان اي بار زائد بي بار زائد سي فنعمل فيهم هذا اللي حيطلع لنا هنا حيطلع لنا هنا اي زائد B زائد C مضروبة في A زائد B زائد C بار مضروبة في A زائد B بار زائد C مضروبة في A زائد B بار زائد C بار مضروبة في A بار زائد B زائد C صح؟ مضروبة في A بار زائد B زائد C بار مضروبة في A بار هذه آخر واحدة زائد B بار زائد C طبعا لاحظ normal form طبعا مباشرة طلعت معنا هنا بالصدفة هي ما من standard لstandard SOB form وصلنا لtruth table كلهم أصفار مع هذا الحل الواحد اللي هنا بعطينا واحد وببدأ أقرأ كل term لحاله فالناتج اللي عندي هذا هو الstandard POS form اللي equivalent للnormal form اللي هنا هيك احنا بنقف في المحاضرة هاي المحاضرة الجاية إن شاء الله هنشرح بالتفصيل اللي هو الكارنوف ماب موضوعها مهم كتير طبعا هننزل واجب 5 و6 برضو على المجموعة لرقم إن شاء الله أسبوع الجاي يعطيكم العافية